نذهب إلى سؤال رقم 9. في هذا السؤال طلب منا إكمال المخطط الزمني لمخارج الأعداد والمخرج آن. لإكمال مخطط زمني أول شيء يجب حساب جبهات نازلة، بما أن عداد ترديده 6 نحسب 6 جبهات أينما يحدث شرط إرجاع العداد إلى 0 أو شرط نهاية العدد. جبهة الأولى، ثانية، ثالثة، رابعة، خامسة، سادسة. إذن هنا سيحدث شرط نهاية العدد. بعدها نلاحظ أن أعطى لنا إكس 11، وإكس 11 عند إعطائها قيمة 1 أو أي عدد يساوي 1 نفي 0، وبالتالي ينشط كلير، وعند نشاط كلير تمسح كل مخارج العداد. إذن في هذه الحالة في هذا الخط الأزرق المتقطع تمسح كل مخارج كي آر كي بي كي سي إلى آخره. بعدها يتم رسم أول مخرج وهو مخرج كي آ. ننظر إلى القلاب آ. معرفة مخرج كي آ يجب معرفة إشارة الساعة. يتأثر القلاب الأول بالجبهة النازلة للملتقط W1. أين هو W1؟ هذه هي إشارة W1. إذا في الحالة الابتدائية كي صفر يكون صفر، ثم الجبهة الأولى يعمل في حالة تبدي يتغير من 0 إلى 1، ثم الجبهة الثانية كان 1 سابقا يرجع إلى 0، وتبقى عملية مستمرة إلى غاية شرط نهاية العدد. إلى غاية هذه النقطة يمسح العدد، بما أنه 0 يبقى 0. أما المخرج الثاني كي بي، من يؤثر فيه القلاب بي؟ يؤثر فيه القلاب أ عن طريق كذلك جبهة نازلة. أولا نبدأ برسم الجبهات النازلة. الجبهة النازلة هي اللحظة الانتقالية من 1 منطقي إلى 0 منطقي. إذا مخرج قلاب كي بي يكون 0 0 0 0. في هذه الحالة تأتي جبهة نازلة، يتغير مخرج من 0 إلى 1، ثم تأتي جبهة نازلة الثانية كان 1 يرجع إلى 0، ثم تأتي جبهة الثالثة كان 0 يصبح 1، ثم يوصل هذه النقطة يرجع إلى 0 لأن كلير نشط. وبنفس الطريقة نكمل كي سي. كي سي القلاب سي يتأثر بالجبهة النازلة المخرج كي بي للقلاب البي. إذا يكون 0 0 0 0 إلى غاية أول جبهة نازلة في الكي بي ليتغير ويصبح 1 منطقي، ثم عند الوصول إلى هذه النقاط الزرقاء يرجع إلى 0 لأن مدخل كلي مسح الجماعي نشط. بقي الآن آن. عرفنا بأن آن تساوي كي بي فوا كي سي، أو تساوي كي بي فوا كي سي في كي أ بار. الحالة الابتدائية كي بي وكي سي يساوي 0 0 يكون 0، 0 0 يكون 0، 1 في 0 يساوي 0، 1 في 0 يساوي 0، 0 في 1 يساوي 0، 0 في 1 يساوي 0. وفي هذه اللحظة نلاحظ أن كي بي يساوي 1 وكي سي يساوي 1، إذا آن يساوي 1. بعدها آن يرجع إلى 0 بسبب تنشيط إكس 11 وينشط مدخل مسح الجماعي، يكون بهذا الشكل. وهذه هي المعادلة 1 في 1 تساوي 1، أو معادلة كي أبار في كي بي في كي سي. وهذا المجال الصغير يسمى بشرط نهاية العدد، لأنه هو الشرط الذي يرجع العداد إلى الصفر، أو يسمى كذلك بالحالة العابرة. ما معنى الحالة العابرة؟ الحالة العابرة العداد يعد 1 2 3 4 5، ثم يظهر رقم 6 لكن زمن ظهوره قليل جدا لا يرى بالعين المجردة، لذلك يسمى بالحالة العابرة.